نبدأ بقى بواجب ايه؟ انا بقول نبدأ بمادة العربي، بس هبدأ فيها بايه؟ قصة عنترة ابن حداد ابن خشاب، كان اسمه ايه الجدع ده؟ ابن شداد. قلبي، دي لغة صينية ولا لغة كورية دي؟ ايه ده؟ انا مش عارف اقرا ولا كلمة ولا عارف اكتب حاجة، ده غير الكتاب 20 مرة. ايه ده؟ ايه؟ لا مش عايزة اذاكر، ضميري بيقولني ما تذاكرش. هي قاعدة رسود كتاب 20 مرة، ده انا لما بكتب مرة واحدة فيها ايدي بتورم. لا بقى، انا مش مذاكر النهارده، انا مش هذاكر، انا ضميري بيقول لي يا مازن ما تذاكرش.